ده بقى سؤال للعارضين والزائرين. انا كنت عايزه اسال على العارضين، اعرف انا كعارض دائم بعرض معانا ايه اللي استفدته السنه دي، بحيث ان انا عارض قديم، ولو انا عارض جديد اول مره اعرض برضو ايه التسهيلات اللي اتقدمت لي، وبعدين بقى كمان حضرتك تكلمنا عن الزائرين اللي هيتعمل لهم خدمات زياده. اوكي متشكر قوي. ان السؤال ده سؤال رائع. اولا لازم نقول بس في عجاله سريعه، هو الاعداد اللي موجوده دي شكلها ايه؟ النهارده بنتكلم على 1117 عارض موجودين في المعرض، 30% منهم اول مره يعرضوا في تراثنا وفي معارض اخرى، وده مهم قوي، الرقم ده مهم قوي لو تسمحي لي يا استاذه منى. اتفضلي يا فندم. فده الباقي 70% عرضوا قبل كده في معارض مره مرتين، انما ال 30% مهم قوي، نسبه كبيره من العدد الكبير ده كله 71% سيدات مثلا. فده مهم قوي ان انا اقول لحضراتكم. فالعارض الجديد احنا بنميل الى انه ياخد مميزات اكتر من العارض الفقر، بمعنى خدمات اكتر، فيز معينه في العرض بتاعه. فده مهم قوي ان احنا نقول عليه. الخدمات اللي احنا دايما بنقدمها له ان احنا ازاي نساعده، ان هو لانه ما اشتركش قبل كده، ازاي نساعده مش بس انه يعرض منتجه انما يجود منتجه، نساعده يصور منتجه ويرفعه على منصات التجاره الدوليه. وهنا في المعرض مدخلين معانا اكبر منصتين دوليتين او اكبر منصتين للتجاره الالكترونيه، جوميا وامازون، وايادي مصريه كمان تابع لوزاره التنميه المحليه. ده بيسر كتير قوي ان العميل او الصانع او العارض يجي عندنا في جناح تنميه المشروعات ويصور منتجه تصوير احترافي. لانه خلي بال حضراتكم احنا هنا لما بيجي يسوق تسويق الكتروني لا يتمتع المستهلك بانه حاسه اللمسه او طبعا. الصوره بتعبر وهي اللي بتحدد قرار الشراء للمستهلك النهائي. فاحنا عارفين كويس قوي ان المصنع او العارض لا يديك تصوير منتجه لان دي حاجه هو بركز في شغله. فاحنا بنتيح هذه الخدمه بالمجان على هامش المعرض لتصوير المنتجات. ايه تاني بنعمله له؟ بنحاول ان احنا نساعده في ان لو سعر المنتج بتاعه مش عارف يسعره، في خبراء موجودين في المعرض بيساعدوه على تسعير منتجه. ايه تاني بنقدمه؟ بحيث ان احنا ناخد سعر عادل ليه، يبقى عنده هامش ربح كويس وما يبقاش مغالى في السعر بالنسبه للي بيشتري. طيب بص حضرتك، احنا بندور على الميزه التنافسيه للمنتج المصري. الميزه التنافسيه معيارها عده مؤشرات زي ما حضرتك اشرت عليها، سعر وجوده واتاحه. يعني بمعنى ازاي؟ انا محتاج مثلا 100 قطعه من هذا المنتج، لو اديتني خمسه مش هينفعوا على عزمي. فهي فكره اتاحه المنتج نفسه ده معيار في التنافسيه، في ميزان التنافسيه. سعر المنتج زي ما حضرتك قلت سعر عادل. العداله بتاعت السعر بتاتي منين؟ من الماركت بيس، بمعنى انا ممكن اشتري السلعه دي من مكان اخر بسعر اقل ولا ايه؟ احنا بندور على سعر عادل يرتضيه.